بسم الله الرحمن الرحيم. معكم هاني حسين، مدونة هانيحسين.com. الدرس السادس من كورس التتبع والتحليل. حتى الآن طبعا إن شاء الله أكون قدمت الكورس بشكل يعني واضح بالنسبة لكم، بشكل فعلا فهمتم أهمية التتبع فيه، تمام؟ حتى الآن طبعا عرفنا كيف نتبع كثير من الأمور في موقعنا، نتبع كل صغيرة وكبيرة، عرفنا من أين يأتي الزوار وكم عددهم ولماذا يأتون وكم عندما يأتون إلى أين يذهبون. أوكي، عرفنا نتبع كلمات دلالية، عرفنا الكلمات دي اللي إحنا مقصرين فيها، أو الكلمات اللي إحنا جيدين فيها، أو الكلمات اللي أصلا نحن مستغربين لماذا يدخل إلينا الزوار من خلالها. كل هاي الأمور اتبعناها وعرفناها، عرفنا نتبع صفحاتنا القوية، الصفحات اللي فعلا نريد فيها ربح فعلي سريع، صفحاتنا القوية، صفحات الريفيو، صفحات سكويز بيج. إذا شخص سجل بقائمتنا نعرف على طول هذا الذي سجل أين سجل ومن أين أتى حتى سجل. هاي الأمور كلها عرفناها طبعا بإذن الله، وعرفنا كيف نتبعها. الآن باقي لدينا إن شاء الله فيديوهين إن شاء الله رب العالمين بعد هذا الفيديو، يعني في درس سابع ودرس ثامن وتنتهي هيك الدورة إن شاء الله. اليوم حنتكلم عن موضوع تتبع لم نتكلم عنه سابقا، وهو تتبع الأمور خارج موقعنا. إحنا حتى الآن اتبعنا كل صغيرة وكبيرة في الموقع، لكن لما نتتبع خارج الموقع، كيف يعني خارج الموقع يا هاني؟ بكل بساطة، عندما مثلا تضع توقيع في منتدى، كمثال يعني أنا منتدى الواريور فوريوم، أوكي، منتدى المحاربين الأجنبي المعروف جدا، أوكي، كثير من الناس يعتبروه طريقة تسويقية رائعة جدا، وهو منتدى عادي جدا، تمام؟ فممكن تعمل الطريقة يعني هاي في أي منتدى آخر، ما فيش أي مشكلة. الآن هذا المنتدى بيسمح لك أنك تضع لينكات في توقيعك، التوقيع اللي هو تحت الكلام هذا، شايفين هذا هو توقيع. طبعا كل منتدى شكل التوقيع تبع مختلف، لكن المبدأ واحد، وهو عندما تكتب أي شيء سواء مشاركة أو موضوع أو رد على موضوع معين، فورا يظهر التوقيع الخاص بك. أوكي، فأنت مش مضطر كل مرة تضع لينك، هو لوحده يظهر. فمثلا انت تقوم بتجربة طريقة تسويقية في منتدى معين مثل مثلا منتدى المحاربين هنا اللي انا فيه الان، بدي اجرب او اتبع كم عدد من الاشخاص الزوار ممكن اجلبهم من هذا المنتدى، ولا اشخاص طبعا اتبعهم في الداخل مثل ما شرحنا في داخل الموقع. الان ساتبع انا لينك موجود في موقع اخر، شايفين يعني مش في داخل موقعي، في منتدى مالوش دخل في موقعي. اوكي، هنا هاي الفكرة، بدي اتبع التوقيع في هذا المنتدى حتى اعرف هل هو مجدي، يعني هل التسويق في هذا المنتدى مجدي فعلا. اللي دخلوني من هذا اللينك اين دخلوا، ماذا ضغطوا، هل سجلوا، هل اشتروا، كل هذا تتبع. اذا كان مش مجدي، إذا يا إما بقوم بزيادة الطرق التسويقية في نفس المنتدى، يا إما بتركه وبروح بطريقة أخرى. هذا هو الهدف النهائي من التتبع، إنه هل إحنا بنقوم بالعمل بشكل صحيح أم لا بعد التحليل، تمام؟ نوع ثاني أو فكرة ثانية حتى تتضح بالنسبة لكم، موقع معين، أوكي، مثل هذا الموقع No Passive Income اسمه. طبعا هذا الموقع أنا جربته فيما مضى ووضعت فيه بانر. فهذا الموقع مثلا تريد أن تضع فيه أو تشتري فيه بانر مثل هذه البانرات الصور الموجودة، أوكي؟ أنا كان إعلاني مثل هذا بالضبط تقريبا، نفس المبدأ بيتحرك و... طيب لا يكون هو، لا طيب خليني أفتحه أشوف. أوكي، فهذا هو إعلان بانر كمثال، هذا الإعلان أنا قمت بشراؤه من هذا الموقع كمثال. طيب أريد الآن أن أعرف هل لا مش نفس البنر معناته، هل هذا البنر يحضر لي زوار بشكل فعلا مجدي اني اكمل معه؟ لاني ما بدي ادفع فلوس وخلاص، انا بدي اتاكد انه هل هذا الموقع فعلا زواره مهمين لإلي وممكن يجلبوا لي الربح او لا. فبالتالي يجب ان اتتبع هذا البنر.
الموجود في موقع آخر. أوكي؟ نفس المثال مثلا فيديو يوتيوب، شايفين هذا فيديو يوتيوب، هذا الدرس الأول أعتقد من الكورس، كورس التتبع والتحليل. أنا واضع هنا هذا الانوتيشن، أوكي؟ لمشاهدة مقدمة الكورس اضغط هنا. الآن هذا إلى أين يذهبني؟ يذهبني إلى صفحتي، يعني في موقعي ليس على اليوتيوب، راح يروح على موقعي ويظهر لك مقدمة كورس التتبع والتحليل. فأنا مثلا أريد أن أعرف هل هذه الفكرة، فكرة الانوتيشن، هذول المربعات هاي في الفيديو، هل هي فعلا مجدية؟ ممكن تجيب لي سوار يرجعوا إلى موقعي أو لا؟ فبقوم بتتبعها. هاي أيضا فكرة من الأفكار. أوكي؟ مثلا قمت بعمل ويبينار، ويبينار في عليها ناس ومباشر وكل شيء تمام. الآن بدي أعرف هل الناس هذول اللي معي، هل فعل الويبينار كانت مجدية؟ في ناس اشتروا، في ناس ضغطوا، في ناس دخلوا، في ناس سجلوا بقائم بريدية. فبرضو بدي أتبعها فبقوم فيها بنفس الطريقة هذه. أيضا البودكاست، شخص معين عنده بودكاست، بتفق أنا وياه، بعطيه فلوس، بشتري من عندهم مساحة إعلانية، بضع فيها اللينك تبعي، وبالتالي بدي أعرف هل البودكاست تبعته فعلا مجدية أم لا، عشان ما أعيدها إذا مش مجدية. ليش أدفع فلوس على الفاضي؟ وعشان إذا مجدية أظني أعيدها وأربح. فالتتبع مهم جدا. تمام، ذكرت أكثر من نوع أنا من أنواع التتبع، اللينكات أو الروابط أو البنرات من مواقع أخرى. الآن تعالوا نشوف كيف بدنا نعمل هذه الفكرة. طيب، لأن هذه الفكرة، لأن الروابط أو أنت ما تريد تتبعه غير موجود بموقعك، بدنا نستخدم أداة في جوجل أيضا خاصة بهذا الموضوع. الأداة اسمها جوجل URL Builder. أوكي، أدخل على جوجل، أكتب جوجل URL Builder، بيطلع لك النتيجة على طول، اضغط على URL Builder. تمام؟ بيطلع لك الصفحة اللي هي صفحة الكامبينز، الحملات، وفيها URL Builder. طبعا هاي الأداة اللي في جوجل لوحدها مربوطة مع الجوجل أناليتكس. يعني أنت عندما تقوم الآن بالعمل اللي راح أفرجيك إياه، يجب أن تقوم بفتح هاي الأداة في نفس الحساب اللي فيه الجوجل أناليتكس تبعك. تمام؟ شايفين أنا هنا حسابي جوجل أناليتكس، في نفس حساب الجيميل فتحت أيضا URL Builder، نفس حساب الجيميل. مش تروح تفتحه بحساب جيميل آخر، مش راح تنفع، لأنه حساب جوجل كله مربوط مع بعض. تمام؟ ومثل ما حكينا، لماذا تستخدم هاي الأداة؟ عشان نتتبع الروابط اللي برا موقعنا، اللي برا موقعنا، وعشان لما يفوتوا عنا نعرف كل إشي عنها. تمام؟ هاي العملية أبدا لا تستطيع أن تقوم بها من داخل جوجل أناليتكس، لازم من برا جوجل أناليتكس. طيب، الآن انزل لتحت، في عنا هنا بعض الخيارات المهمة اللي لازم نتكلم عنها. الويب سايت URL معناه إلى أين تريد الشخص أن يذهب لما يضغط على اللينك. أنو لينك؟ يعني اللينك اللي موجود هنا، يا إما هذا اللينك، يا إما هذا اللينك البانر، يا إما هذا اللينك باليوتيوب، هذا كله اسمه لينك. أوكي؟ فعندما يضغط عليه الشخص هنا، إلى أين يذهب؟ طبعا إلى الصفحة اللي أنت بدك إياها، سواء صفحة ريفيو لمنتج، سواء صفحة المنتج تبعك المبيع، سواء الصفحة الرئيسية لموقعك، أنت حر، هذا تتبعك أنت وأنت حر. أوكي؟ فبتضع هنا اللينك اللي أنت بدك إياه. كمثال أنا بدي أحط http://www.hanihussein.com. أوكي؟ ماشي؟ تمام، أنا بدي يروحوا على الصفحة الرئيسية، مع أنه يا هاني مش منطقي. أوكي، أنا معك مش منطقي، بس إحنا هنا مثال أنا بدي أعرف، يعني أعملها كمثال أمامكم. طيب، الآن زي ما بتعرف طبعاً أي خيار في أمامه ستار معناته يجب أن تضعه، واللي ما أمامه ستار معناته أوبشنال. طيب، كامبين سورس، هاي الأمور الآن كلها لأجلك أنت، حتى تعرف أنت بالضبط هذا الإعلان أي إعلان فيهم، فعشان تعرف كله هذا لإلك. كامبين سورس يعني من وين مصدر، يعني هذا اللينك أين مصدره. طبعاً هنا ممكن تكتب Warrior Forum، هنا ممكن تكتب No Passive Income، أو ممكن تكتب عشان تكون تعرف أكثر No Passive Income Banner،
مثلا انا بالنسبه لي لما اجي هون اطلع نو باسف انكم، هذا البانر اللي انا وضعته في النو باسف انكم، تمام هيني فهمت. اوكي واضحه. اوكي كامبين ميديوم اللي هو يعني طريقه عرض الكامبين ايش، يعني هذا الكامبين او هاي الحمله هي حمله ماذا؟ هل هو توقيع، هل هو بانر، هل هو ايميل؟ نعم ممكن تتبع الايميلات لانه الايميلات ايضا خارج موقعك، فممكن تتبع الايميلات، هذا الايميل كم واحد بالضبط ضغط عليه ودخل عندك، هاي برضو شغله نسيت اذكرها رائعه جدا. تمام فهنا بتسميه اسمه، يعني انا مثلا لو نفس المثال هون نو باك ماسف انكم بسميه مثلا سيجنتشر مثلا سيجنتشر اللي هو التوقيع، فانا لوحدي راح اعرف لما بعدين اجي اقراه هذا التوقيع اللي في وريور فوريوم مثلا. انا هنا طبعا كله مثال بحكي. اوكي بنفس هذا المثال نو باسف انكم بانر ممكن اسميه بانر بس، فانا عرفت هذا البانر اللي موجود كذا 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 كذا. اوكي طيب هاي اوبشنال وهاي اوبشنال، بانكم تكتبوها بلاش عادي جدا، ما دام اوبشنال انسوها ما في مشكله. كامبين نيم هون الاسم، طبعا لازم تكتب اسم برضو تعرف انت هذا الاسم ايش. تمام فممكن مثلا نكتب، بما انه انا بالنسبه لي هنا بكتب تيست مثلا لانه عباره عن تجربه بس امامكم، لكن بالحقيقه لازم انت تكتب شيء تعرف ايش هو، تعرف ايش هو بالضبط. تمام كمثال لو بدنا نتبع الايميل، كمثال لينك الايميل، انت ارسلت ايميل لا مثلا لعشر الاف شخص، بدك تعرف كم واحد من 10000 دول ضغطوا ودخلوا فعليا، فهذا اسمه تتبع خارجي برضه، نستخدم نفس الطريقه هاي. فممكن اسميه ايميل بس الايميل لانه في عندنا اكثر من ايميل فلازم نسميه اسم معين 10000 او 1000 بالكي احسن ايميل، فانا عرفت هذا الايميل اللي ارسلته ل 10000. تمام جميل، بس هاي عمليه بسيطه جدا وبتعمل سبميت. الان على طول اظهر لك هنا هاي اللينك يا هاني خده كما هو، شايفين هاي اللينك. طب يا هاني ايش هاللينك اشرح لنا اياه؟ لا مش ضروري تفهمه، انسى مش ضروري. هذا اللينك الان انا بفضل انك ما تضع اللينك كما هو، لانه شايفين يعني في بعض الكلام الواضح، يعني ممكن لو شخص بيفهم بيعرف انه هذا اللينك لهاني حسين دوت كوم اسمه نو باسف انكم بانر، اوكي الميديوم تبعه بانر واسم الكامبين 10 كي ام ايميل، فانا ما بدي شخص يفهم او يعرف انا ايش اللي بدي بالايميل، فممكن تاخذ هذا اللينك وتعمل له اختصار كوبي وتختصره، يا اما بطرق الاختصار العاديه اللي بنعرفها كلنا اللي هي تدخل على بيتلي كمثال، انا ليش ما ادخل، او ادخل على go.gl، اكيد بتعرف ال go.gl موقع اختصار تبع جوجل برضو، واختصرها فيه عادي جدا، اضع هنا بيست واعمل شورتن، ها هو هذا اللينك كاملا اصبح هيو شكله بس هيك، فانا بفضل هاي الطريقه بصراحه. وهي شايف لك طلع لك الصفحه الرئيسيه تبعتي اللي وين هذا اللينك بودي عشان تتاكد انت انه كله صح. تمام او تختصرها بطرق الاختصار المتقدمه، يعني اللي مش ضروريه لكن اذا بدك انت تستخدمها، اللي انا شارحها بفيديو سابقا في مدونتي اوكي اسمه عمليه الريدايركت، كيف تقوم بعمليه الريدايركت، شوفوا هذا الفيديو ان شاء الله راح يفيدكم جدا موضوع الريدايركت. تمام فتاخذ هذا كوبي، والان لو اروح على تاب جديده واعمل بيست واعمل انتر، هيك انحسب وفي شخص ضغط على البيلدر اللي عملته هون، انحسب عندي وين بالاناليتكس. اوكي طيب لو وضعت كمان مره بيست وعملت انتر، هيك انحسب وفي مرتين من نفس الشخص ضغطوا على هذا اللينك وهكذا وانتهينا بس. طيب الان وين بدنا نشوفه يا هاني؟ بدنا نشوفه بالجوجل اناليتكس. طبعا لازم بعد ما تعمل البيلدر وتاخذ اللينك وتخزنه عندك وتصير تعرف وين تحطه، وكل واحد له لينك، كل واحد له لينك، هنا البانر هذا له لينك، واليوتيوب له لينك، والايميل له لينك، والمنتديات لها لينك، والويبينار لها لينك، والبودكاست له لينك، اي مكان بدك تتبعه رابط خارجي له لينك لوحده، مش كلهم نفس اللينك. اوكي مش كلهم نفس البيلدر، يعني اللينك اللي طالع من البيلدر. طيب
تعطيه فترة 24 ساعة، لأنه هيك الأناليتكس يحتاج 24 ساعة حتى يبدأ بما بي 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 بقراءة الزوار. بتروح على acquisition، في عندك هنا خيار اسمه campaigns اللي هو الحملات، بس بتنزل تحت بتشوف حملاتك موجودة. شايفين أنه الحملة، طبعا هي كلها تجارب، لأنه شايفين أرقام صغيرة، كلها تجارب، يعني كلها عبارة عن تجارب وشروحات لناس. شايفين الحملة تبعت اللي اسمها 10K إيميل مش موجودة. إن شاء الله الفيديو القادم إذا ربنا أعطانا عمر وتذكرت راح أدخل هنا وفرجيكم إياه موجود. وفي عنده رقم 2 اللي هم المرتين اللي أنا فتهم من هنا، أوكي؟ فبيكون عندك الحملة موجودة هنا اسمها، والأعداد كم واحد دخل، كم واحد سوى، كم الباونس ريت، كم الأهداف، إيش أهداف اللي حققوها. هاي شايفين الأهداف تبعتي هون، إشي رائع جدا. فبتعرف أنت بالضبط اللي دخل من هذا الموقع تتبعه في موقعك، هل سجل، هل اشترى، هل عمل، هل سوى، هل راح، هل اجى، هل عمل. هاي الأمور كلها راح تتبعها من الروابط الخارجية. إن شاء الله يكون يعني كما أظن أنا أنه موضوع مفيد جدا وفادكم بشكل كبير، كيف تتبع الروابط الخارجية اللي بتعمل من خلالها تسويق حتى تتبع زوارك اللي داخلين إلى موقعك. نشوفكم في الفيديو القادم.